داليا إلياس كاتبة صحفية وشاعرة سودانية تهتم بالشأن العام السوداني، جريئة في أطروحاتها وآرائها، عملت مع عدة صحف وصدر لها ديوانا شعر. داليا أثارت الجدل وتعرضت لانتقادات لاذعة بسبب حديثها عن أن هناك أزمة في الفحولة أو ضعفا جنسيا في السودان. هذا وصفها لوضع بعض الرجال في السودان. دعونا نتابع. جات سيرة الفحولة وعايزة أقول لك أنه أنا لسه مصرة على رأيي، لأنه والله يا برنس لو قريت المشاكل اللي بترد على لسان النساء في الجروبات النسائية هتعرف أنه في مشكلة في الفحولة. والحاجة أصلاً أنت مصرة على هاي؟ مصرة عليها وحاكون واضحة شديد، وده من المسؤول عنه في المجتمع السوداني. إحنا زمان يا برنس رجالنا ديل لا بيعرفوا الحبوب، لا بيعرفوا العسل الملكي كويس، الواحد يعرس أربعة وتاني يطلقهم ويدبل فيهم أربعة. يا جماعة نكون واضحين، لكن لما أقول أزمة معناها بعض، كلمة أزمة دي فيها تبعيض، ما معناها المجتمع كله، معناها نسبة أو فئة، يعني ده معنى كلمة أزمة ذاته. انتشر هذا الفيديو بسرعة بين السودانيين وعلق عليه الكثيرون على وسائل التواصل، هذه عينة منها، طبعا الكثير منها جاء لاذعا. ولكن نأخذ هذه التغريدة لحسن عيسى يقول: الفحولة موجودة لكن كيفية ممارسة الفحولة هي الأزمة، يعني دي مشكلة السودان كده، عندنا موارد طبيعية ذهب بترول، لكن سوء إدارة هذه الموارد يجعل من بلدنا دولة فقيرة مع إنها دولة تمتاز بفحولة منقطعة النظير. يقول ذلك مبتسما. عامر الكنزي: الفطور فول والغدا فول والعشاء فول، الضان ما بينشاف إلا في العيد، الشغل ده داير دعم يا حبة الناس تعبانة شديد، زمان كان في عضة صاح، بمعنى أنه قلة اللحم، هذا ما يقوله عامر الكنزي. على المجتمع السوداني عدم دفن رأسه في الرمل والهرب من الواقع الذي وصل إليه. السخط الذي قوبل به كلام داليا إلياس لا يتناسب مع ما طرحته من مشكلة يعاني منها المجتمع السوداني، رفضنا ذلك أم قبلناه؟ لكن مشاهدينا، يقول المختصون إن القدرة الجنسية للرجال تتأثر بعوامل كثيرة كالعمر، الأمراض مثل مرض السكري وبعض الأدوية، وكذلك الإرهاق والتعب الجسدي. وهناك عامل آخر مهم هو القلق والاكتئاب، والتي يقول المختصون إن نسبتها تزداد في العالم بسبب تطور الحياة وزيادة متطلباتها وضغوطاتها على الناس. مشاهدينا، معنا من الخرطوم الشاعرة والكاتبة داليا إلياس. مرحبا بك سيدة داليا. يعني أنت عزفتي على وتر حساس جدا بالنسبة للرجال، لماذا اخترتي هذا الموضوع للحديث عنه، خاصة وأنه ليس هناك إحصائيات رسمية تتحدث عن فحولة السودانيين؟ تحياتي للجميع، شكرا على السانحة. اختياري للموضوع كان بسبب أطروحات أو كثير من المعطيات التي أتيحت لي بحكم عملي ككاتبة اجتماعية لأكثر من 10 سنوات. أنا كاتبة صحفية راتبة في الصحف السيارة اليومية، أحضر ورش عمل، أطلع على كثير من أضابير قضايا الأسرة والطفل، أسمع عديد من الشكاوي النسائية موجودة في كثير من المجتمعات النسائية. فهذه هي كانت ملاحظة. الحديث عن التخصصية والإحصاءات غير ملزم بالنسبة لي. نحن كصحفيين أو ككتاب صحفيين نتحدث عن السياسة، وليس بالضرورة أن نكون ضالعين فيها. نتحدث عن الاقتصاد، وليس من الضرورة أن نكون مختصين في الشأن الاقتصادي. وبالمقابل نتحدث عن القضايا الاجتماعية والصحية وما إلى ذلك، وليس بالضرورة أن نكون معنيين بإيجاد إحصاءات. هي مجرد ملاحظات للتنوير، للفت النظر. كنت أتمنى أن يترتب على ضوء ما ذهبت إليه دراسات ونقاشات وحوارات إيجابية عميقة ومفيدة عن بحث الأسباب، الحديث عن الضغوطات، عن شكل التغذية، عن التعاطي الاجتماعي، عن الوضع الراهن. وبالمقابل فيما ذهبت إليه تحدثت عن انتشار نسبة من المثلية بين الجنسين في السودان، وهذا أيضا ما يذهب في ذات المصب اللي هو أزمة النقطة. أيضا كانت يعني لم أكن أعني الضعف الجنسي بالضرورة. وهذه النقطة أيضا يعني أثارت الكثير من المتابعين أو رواد مواقع التواصل بأن هناك ما وصفتيه بالجنس الثالث أو المتحولين أو ما إلى ذلك. كل هذا الكلام لماذا يعني تثيرينه؟ هل تمر البعض أنك تريدين يعني تسليط الضوء عليك وأن تصبحي صحفية مشهورة، أم أن هذه القضايا فعلا تهمك وتهم النساء الذين تتعاملين معهم على مواقع التواصل؟
أولاً أنا لا أعتقد أن هنالك من يسعى للفت النظر بتحريك هذه البركة الساكنة الآسنة بالبزاءات والإساءات التي ترتبت على ما طرحته، لأنني بالمقابل أم، ولا أعتقد أنني كنت حريصة أو أسعى للفت النظر بهذه الكيفية. أنا كاتبة صحفية كما ذكرت لك في الشأن الاجتماعي، وهذا مما يعنيني من صميم عملي، إضافة إلى أنني مهمومة بالقضايا الاجتماعية، لأنني أرى أن المجتمع في الأخير هو الحاضنة الأساسية لأبنائي، وكنت دائما أتوق لأن أمنحهم حياة كريمة ومستقبل مستنير ومعافى. فلاحظت أن هنالك كثير من الأمور السالبة التي تترتب على الأجيال القادمة في هذا الإطار. انتشر معدل الخيانات الزوجية، انتشر معدل خلط الأنساب، كل هذا يترتب على مسألة الأزمات العاطفية أو الأزمات التي تحدث في فراش الزوجية أو في البيوت. كان غرضي حميدا في الأساس، وكنت أتمنى أن يلاقى بالكثير من التقدير، وأن نكون واقعيين، وأن نتخلى عن دفن رؤوسنا في النار لنتعاطى مع الموضوع بشكل من أيضا من يغضبك على جرأتك، وخاصة أن السودان يعني سياسيا تشهد تحولا سياسيا كبيرا. فإثارة مثل هذه المشكلة برأيك، هل هذا الوقت المناسب للحديث عنها والبحث في دراسات، أو إذا كانت هناك مشكلة من هذا النوع البحث في أسبابها ووجود حلول لها، في حين أن قضايا سياسية رئيسية يعني لم تحل؟ أنا أعتقد أن هذا الأمر، الحياة لم تتوقف بالضرورة، وطبيعة هذا البرنامج الذي تم تسجيله معي بعنوان 10 ونسة هو طبيعة برنامج لايت خفيف يتم تسجيله من خلال تجوال داخل سيارة، هو مرفوع على اليوتيوب وليس برنامج يعرض على شاشات التلفاز أو ما إلى ذلك، بمعنى أن الفرصة لمشاهدته فرصة اختيارية. هذا لا يعني أنني لم أتعاطى مع الشأن السياسي الراهن أو مع الأوضاع المؤلمة في السودان ورغبتنا في إحداث تغيير كبير، وأعتقد أن ثورة الوعي هي يجب أن تكون جزء من هذا التغيير، ولكن الصدفة البحتة هي التي وضعتني في هذا المأزق، لأن الفيديو المبتور، وأكرر على كلمة مبتور، هو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي منقوصا، سحب منه التبعيض، واتهمت بأنني ألقيت باللائمة أو بهذه التهمة التي أعدت من الوقاحة بمكان، وأنا أحسبها من الجرأة الحميدة، أعدت من الوقاحة بمكان، واتهمت أنني عممت هذه التهمة أو هذه الشائنة أو هذا الشأن المعيب على كل رجال السودان، وهذا ما لم يحدث. الفيديو الذي تم تداوله مبتورا، وأكرر على أنه مبتور. الشاعرة والكاتبة داليا الياس، سعدنا بلقائك وشكرا لقبولك هذه الدعوة.